هذا هي اي اي تقدر معين محكمين ولدي سيدي ساكن في طنجة، وكما جي البارح يماه مريضة، ما جي باش اللي مرة من يومين ثلاث أيام كيمشي لطنجة وكيرجع يبقى معاه سبع أيام، لأن يماه في الركن مرة نهائيا. سيدي لحق الدري نازيلة، حق نازيلة بحال اللي كان يعني داكشي مخطط، لأن ما يمكنش السيد عنده الشفرة معاه يعني الصدفة، لا هذا كان مخطط وتابعو وربما يعني عنده اللي كي اللي مبلغ له، فهمتي ولا ها وماشي الدري ماشي يا سيدي، خلط عليه ضربو وقيلا شي ضربة هنا الفخذ ديالو مع ظرفه، ديك الوقت بقى كيتشلخ فيه 11 دقة في عنقو هنايا، هادي واحد الضربة اللي عنده هنا فيها شي 14 سنتيم 14 ما كاين 14 7 8 سنتيم 11 دقة. نعم سيدي، ودخل هو بالحرارة دخل حتى نوصل المطعم، وانا تبعو كاميرا راه تما صورات والناس وهو جاهل مرة نهائيا، وانا جالس تما في واحد القهوة قريب قريب سيدي، واحد السيد جالس معايا مشى طلل جا قال ودي بان شي دوزة ماشي دوزة، انا ما نقدرش نشوف الدم. جيت هنا قلت له محمد انا ما نقدرش نشوف الدم، ما عارفش ابني، تا كنت انا بان عارف ابني كنت ماشي ربما نلقى ولدي ابني باقي بالروح وغادي نشوفه في عين مكان، لا انا تا انا قلت ما نشوفش الدم. قالوا لي شي دراري حس الساعات خدموا القهوه تكر رهونة، هذاك السيد اللي معايا قال له رهونة، قلت رهونة، هو بقى كيتذاكر في شي كلمه عاود تنعاود له الكلمه قال له رهونة، قال له نعم، هذا شي واحد مرهونة كان يعني مات لوخاه، قلت له لوخاه ودابا هو انتقم، فالنهار هذا انتقم، فهمتي ولا؟ أنا كيما سمعت ديك الكلمة نط، نط تليفون نسيتو في الدار، هذا نسيتو هنا في الدار، نط كنوالي على التليفوتيك باش باش نعيط في النمرة ولدي، ما لقيتش شي تليفوتيك، لقاني واحد السيد طالب من عندنا ساكن تما، السلام عليكم وعليكم السلام، قال لي سمعت شي كلام، قلت له تانا رانا سمعت شي كلام ودابا كنقلب على التليفوتيك، قال لي هات التليفون، قلت له عمل النمرة ولدي. عطيته النمرة، عمل النمرة، تكلم له شي واحد ما عارف واش، قلت له أري لي التليفون، عطاني التليفون، السلام عليكم وعليكم السلام، قال لي شكون أنت؟ قلت له أسيدي أنا هالتليفون هذا اللي كنهضر فيه أنا دولدي، قال لي دولدك؟ قلت له نعم، قال لي فين أنت؟ قلت له أنا فازيلة، قال لي أجي عندنا الكوميساريا، إيه مشيت أنا للكوميساريا، هو طلعوه سبيطار ديك الساعة هو تما يعني توفى، في عين المكان توفى. مشيت الكوميساريا انا عاوتاني يعني بقاو كيسالوني كدا فهمتي، عملت معاهم الواجب ديالي عاد خرجت بحال يا سيدي. لا ما شدوش، هارب هارب، وكان عنده الطونوبيل تمايا في واحد البلاصه كيقولوا لا انوال، خرج على لاله رحمه تبعو واحد الدري واحد هو اللي تبعو، دخل في لاله رحمه في ديك الدروبه ما عرفوا فين مشى، تخبع طلع الطونوبيل ديالو ديريك من لاله رحمه طلع انوال، شاد الطونوبيل ديالو مشى المرغوبه الدغاليين عنده الدار تما، البوليس عاد جابو الصح عنده الدار تما، تبعوه تبعوه لقاو عاد الطونوبيل تما، الطونوبيل هبطوها هو هارب. دابا حنا اليوم دفناه، مشينا عملنا الاجراءات ديالنا في طنجة وجبنا ولدنا حنا دفناه سيدي. ما تنازلوش على حقكم؟ لا ما يمكنش، هذا اجرام، هذا اجرام، هذا يعني في قوم الجاهلية شحال الناس كدابز، وكيمكن يعني كيوقع يعني سوف تفاهم ويقدر يضرب واحد ضربه كذا، اما هذا 11 ضربه ولدي مسكين كيتعذب بالروح وهو كيشوف. 38 38 عنده ثلاثه الدراري يا سيدي، عنده الدري تقريبا 11 سنه، ها هما ها ولده، وعنده الدري يا سيدي تقريبا سبع سنين، راه العام دخل المدرسه ثلاثه وليداته يا سيدي، واحد الدري راه باقي داخل. حق عند الله الحبايب، أنا راضي علينا أنت وذكر، الله يرحم الوالدين ديالكم الحبايب، قطعوا له الرجاء والرحمة من الدنيا، غصبني في وليدي ربي غصبوا الحبايب،
تغصبني في وليدي ربي غصبه. الله تعالى وتبارك يأخذ فيه الحق، الله يخلصه من عندي. قدر الله هذا وقف هذا المغرب، قدر الله هذا الجميع يوقف معي يشبره في الحين. الله تعالى وتبارك يشبره في الحين، الله يفرش له الرضا وليدي، الله يتقل عليه بالصبر وليدي.